يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يقوله بعض العامة إذا تكالبت عليه المشاكل والهموم، يقول هذه الكلمة وهي يا رب زينها من عندك، هل هي كلمة صحيحة؟ يا رب زينها من عندك. ما في بأس، هو التزيين من عند الله، منين يجي التزيين إلا من عند الله، أو الفرج يكون من عند الله، لا ما في شيء. نعم.